السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي كتشاهد الفيديو ديالنا والقناة ديالنا كنبغي نرحب بهم، وكنبغي قبل من كل شيء بالنسبة للناس الجداد نعرف بالقناة ديالنا. راه هي القناة الأولى، القناة العقارية الأولى بمدينة مكناس، اللي الاسم ديالها أبارتمون مكناس، واللوغو ديالها بلورانج باش ما يطراش للناس خلط ما بين قنوات اخرى اللي كيحاولوا كما كنقولوا التقليد. الله يسهل على كل واحد، ولكن كيحاولوا التقليد ديال هذه القناه هذه عن طريق اسماء اللي كتشبه الاسم ديال القناه ديالنا، ولكن اللي كيميز القناه ديالنا راه كنحاولوا مكان يكون لوغو الفوق اللي هو افل. الوغ على بركه الله، اليوم جايبين عرض ديال السكن الراقي ولا السكن الفخم بوسط المدينه ديال مكناس. الا لاحظتوا هاد الايام هادي راه كنحطوا بزاف ديال الشقق من هاد الفئه هادي، نزولا عند الطلب ديال بزاف ديال الناس اللي كيقول لك علاش ما كتحطوناش في وسط المدينه. الوغ كما وعدناكم وكنا وعدنا بزاف ديال الناس في لي ميساج باش غادي نحطوا واحد البرطمه بالاثاث ديالها اللي جاي في موقع ممتاز. اولا ما كاينش الفيزافي، ما كاينش قدام العماره شي منظر مزيان، جاي كتشوف على جردة من بيني قدام حتى شي حاجه، وانفاس مع هذه فيلا استاذي، غير الفيلات كلهم ار بلس ان. هذه عماره على ما اظن الا بقيت عاقل فيها ار بلس 8، وهاد البرطمه هذه كتواجد بالاتاج الخامس. كاين جوج ديال لي اسانسور ولا المصعد، جوج ديال المصاعد، وكاين مرآب ديال السيارات، كاين باركينغ برا، كذلك باركينغ قدام العماره. الو هنايا عندنا كوزينه بالسيجور ديالها، وزائد فيها البلاصه ديال الصاله مونجي مصابه الطبله مصابه بالرخام. كاين ان بالكون لا بيوندري، بيوندري البلاصه ديال لا ماشينا لافي وديال الشوفو ديال لا فيسيل راه كاينين. هاد الشقه هادي فيها صالون او سيجور، شوميني ولا مدفاه، ثلاثه ديال الغرف، جوج ديال الغرف ديال النوم ديال الاطفال، وحده بالبالكون ديالها والاخرى بشرجم عادي، زائد طواليت وحمام، وخلاص سويت بارونتال ولا شومبر ديال 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 الوالدين بالحمام ديالها. الوغ بالنسبه لهاد الشقه هذه كاين جوج ديال لي بوسيبيليتي ولا جوج ديال 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 الاقتراحات، هي انها ممكن انها تتبع بالفراش ديالها بعد المساحه ديالها 136 متر كاري، ممكن انها تباع بالفراش ديالها، وممكن انها تباع بلا فراش. الوغ بالنسبه للثمن ديالها بلا فراش هو 98 مليون، قابله للتفاوض. وبالنسبه الى كانت غادي تباع بالفراش هي 110 مليون وقابله للتفاوض. الوغ المشاهدين الكرام، اللي كنطلب منكم باش تعاونونا باش نزيدو بهاد القناه هادي هي الدعم ديالنا بلي لايك ديالكم ولا لي ديسلايك ديالكم، عاونونا بزاف. اي واحد كيشاهد ما غادي يخسر حتى شي حاجه الا درنا لايك هنا، كيبينا كما كنقولوا كيجازينا على التعب ديالنا اللي كنقيلو نجريو ونجاريو باش اننا نجيبو دي زابارتمون جداد ومثاليين ومزيانين. تعاونونا بلي لايك ديالكم باش تبينوا لنا، ولا لي ديسلايك باش تبينوا لنا واش فريمون بصح هذا المجهود هذا اللي كنديروه واش مزيان ولا لا. وكذلك الا كان ممكن الاشتراك في القناه لا حبه الا كان ممكن. الوغ كما جرات العاده كنشكركم جزيل الشكر، وكنخليكم في امان الله. وما تنساوش التواصل معنا عبر الكومنتير ولا عبر واتساب ولا عبر الهاتف، الارقام ديالنا هي لتحت. وشكرا جزيلا، دمتم في امان الله، الى اللقاء.